دولة السويد ودولة الدنمارك كانوا دايما بيسمحوا بإحراق القرآن بزعم أن دية حرية رأي وتعبير، وهم عندهم ديمقراطية غير مسبوقة في التاريخ. انتفض العالم الإسلامي في مواجهة ذلك الذي يحدث فوق أراضيهم. النتيجة هم ما سألوش عن ثورات وانتفاضة الشعوب الإسلامية بالمرة، قال لك لا لا لا، احنا بندعم حرية الرأي والتعبير. منذ ساعات قليلة اعترفت الدولتين السويد والدنمارك ان هم بيمروا بأخطر وضع أمني غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، والسبب إحراق القرآن. اعتراف طبعا خطير، بس الاعتراف جه متأخر، لكن في كل الأحوال في حاجة بتحصل جواهم. ايه اللي بحصل بالضبط؟ تعالوا بنا نعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. تابعنا تداعيات الأحداث اللي حصلت في الأونة الأخيرة في قلب دولة السويد وفي قلب دولة الدنمارك. البهوات عندهم حرية رأي وتعبير إلى درجة ما عندهمش مانع أن أي حد يحرق أوراق القرآن. طيب ليه ما بتسمحوش أن الناس تحرق كتب أخرى زي الإنجيل مثلا، زي أوراق مش عاوزين نقول هي ايه بالظبط، على اساس ان الكوبي رايت والحاجات التانية والملاحظات والمذكرات والذي منه، ليه ما سمحتوش بإحراقها؟ لسبب بسيط للغاية، ان حرية رأي وتعبير بس ضدنا احنا، ضد المسلمين، لكن مش ضدهم هم. محاولة طبعا لإثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم بلا استثناء، عاوزين يوصلوا رسالة معينة لناس معينة. طيب المفترض جدلا أساسا أن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. ما كل المواثيق الدولية متفقة على شيء مهم، الحفاظ على عقائد الآخرين أي كانت بقى، سماوية أرضية، شيء ما يخصك شيء. فلان الفلاني بيعبد بوزة انت مالكش دعوة بيه، يعني دية علاقة ما بين العبد والرب بتاعه أي كان بقى نوعه. طيب ما بالك أساسا المسلمين، القرآن، وانت عارف كويس جدا ان دي مش حرية رأي وتعبير. ورغم ذلك دولة السويد سمحت لولد لاجئ على أساس ان هو يأكل عيش على أفا إحراق أوراق القرآن، فيقول لك أصلا أنا مضطهد. يعني ناس بتبيع دنيتهم وأخرتهم ليه؟ بمجرد تأشيرة أو حق اللجوء ولا حاجة. مرة انتفض العالم الإسلامي، مرة تانية وتالتة، ومش في السويد، انتقلت للدنمارك. طيب إذا كنت أنت بتقول دي حرية رأي وتعبير، طب ليه الناس كانت أساسا بتاخد المسألة دي وياخدوا أوراق من القرآن ويحرقوها قدام السفارات العربية أو بعض السفارات العربية؟ معنى ذلك إيه؟ دي مش حرية رأي وتعبير، دي حرية وقاحة وقلة أدب أساسا. طبعا الانتفاضات المتتالية في قلب العالم الإسلامي حصرت دولة السويد والدنمارك من كل اتجاه، إلى درجة أن الدولتين أصدروا بيان منذ ساعات قليلة اعترفوا فيه بعظمة لسانهم أن أصبح أمنهم معرض للخطر بطريقة غير مسبوقة. رئيس الوزراء السويدي أجرى مباحثات مع نظيره الدنماركي بشأن حرق القرآن في كلا البلدين. طبعا القوانين هناك بتسمح بحرية الرأي والتعبير بشكل كبير جدا، وهم بيتفشخروا ان عندهم حرية رأي وتعبير بطريقة كبيرة جدا، الى درجة انك انت ممكن تحرق اوراق القرآن او اوراق الانجيل او التوراة ايا كانت بقى. مش حرية رأي يا عم الحاج، ده حرية تدمير وحرية قلة الادب في مواجهة الاخر. لا 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 لا، حرية رأي وتعبير. رئيس الوزراء السويدي ورئيس الوزراء الدنماركي عقدوا اجتماع بالأمس. رئيس وزراء السويد اعترف بأن السويد بتمر بأخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، وقال أن الإشكالية هنا قد تستغل بعض الدول تدهور الوضع الأمني في السويد. الدول دي اللي هي زي مين؟ زي روسيا، زي بيلاروسيا طبعا، لأن الخصم الشرس بتاعهم هو روسيا.
الوضع الأمني بدأ ينهار ويتدهور في قلب دولة السويد، ولذلك السويد بتقول من الممكن أن بعض الدول تستغل الفراغ الأمني أو الانهيار الأمني اللي حصل في الدولة دي بعد تكرار إحراق أوراق القرآن. ثم سلطات البلدين اللي هي السويد والدنمارك خلال المباحثات التي أجريت اعتبرت هذا الوضع خطيرا وستتخذان الإجراءات المناسبة. ثم رئيس الوزراء بتاع السويد بيقول في السويد: احنا بدأنا بالفعل في تحليل الوضع القانوني بما في ذلك قانون النظام العام بهدف استكشاف إمكانيات اتخاذ التدابير اللي يمكن أن تعزز أمننا القومي وأمن السويديين في السويد وخارجها. وقال: يتعلق الأمر بحماية مجتمعنا الحر والمفتوح والديمقراطية بتاعتنا وحتى مواطنينا في الحرية والأمن. احنا هنراجع القوانين بتاعتنا اللي بتسمح بحرق الكتب المقدسة للأديان المختلفة، لأن هم الحكومة السويدية بتقول إيه؟ إحنا معترضين على إحراق أوراق القرآن. طيب لما أنتم معترضين ما بتتحركوش ليه؟ لا، أصل الدستور بتاع السويد بيدي لكل واحد حرية إن هو يعبر عن رأيه بالطريقة اللي هو شايفها بشكل صحيح. طب ما ده بيمس بعقائد الآخرين، ما لناش دعوة يا محي، وبالذات القرآن. ليه دايما ما بنشوفش إحراق للتوراة أو الإنجيل لمؤاخذة؟ شمعنا القرآن؟ طبعا على أساس يوصلوا الرسائل المعينة للناس المعينة. الحكومة الدنماركية هي كمان أصدرت بيان وقالت إن هي هتدرس فرض قيود على أعمال حرق القرآن وغيرها من الأحداث الممثلة التي تسيء للدين والثقافة وتسيء للدول الأخرى وتهدد أمن المملكة الدنماركية. ليه حضراتكم؟ لأن بعض الناس بدأوا يطلبوا حق التظاهر وحق إحراق الإنجيل أو التوراة، فبدأوا يتحطوا في خانة اليك. بدأ المجتمع هناك أساسا يثور إن العالم الإسلامي أنت ما سألتش عنه وما عبرتش الانتفاضة اللي أشعلها في مواجهتك احتجاجا على قلة أدبك، فأنت عندك سعادتك. بدأ المسلمين هم كمان يقولك: وإحنا كمان عاوزين نحرق بعض الكتب المقدسة للأديان الأخرى ما نشوفها يكون وجهة نظرك إيه. طبعا دي مش حرية رأي وتعبير، إنما دي حرية وقاحة، حرية اعتداء على مقدسات الآخرين أي كانت العقائد بتاعتهم. طبعا هم وقعوا في خانة اليك. شعوب العالم الإسلامي انتفضت بشكل أكثر من رائع. قيادات العالم الإسلامي بدأوا يتحركوا في مواجهة الدولتين. بدأ الكثير من دول العالم الإسلامي يستدعوا سفراء السويد والدنمارك، وبدأوا يوجهوا للدولتين رسائل شديدة اللهجة. النتيجة الدولتين بدأوا يحسوا ان هم خسروا على كل المستويات، على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الاقتصادي. رئيس وزراء السويد: بلدنا تمر بأخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية بسبب حرق القرآن. طبعا المسألة ما بقوش يتحركوا لردعها إلا بعد ما حسوا ان هم بدأوا يخسروا على كل المستويات. عاوز اقول لحضراتكم ان العالم دي اساسا عندها وقاحة في طريقة التعامل مع الآخر. السويد بقى وما ادرك ما السويد. طب انت ما انتش عايش بمعزل عن العالم كله سعادتك. اضف الى ذلك يعني هل يا ترى هيبقى من الحرية ان انا اعتدي على آخر؟ اعتدى اعتداء مادي ان انا اضربه مثلا ولا حاجة؟ ما انا عاوز كده، هل معنى ذلك انك انت هتوافقنا على كده؟ طبعا لا. طيب ما بالك دي العقيدة بتاعتي، ده الدين بتاعي اي كان الدين، فازاي انك انت تعتدى عليه؟ ده انت ممكن تعتدى عليا جسمانيا واقبل ذلك، لكن انا ما اقبلش انك انت تعتدي على العقيدة اللي انا بؤمن بيها. ومن ثم ديت مش حرية رأي وتعبير، دي قلة ادب. طبعا دولة السويد بدأت تواجه انهيار اقتصادي وبدأت تواجه انهيار سياسي غير مسبوق، خاصة بعد تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا، إلى درجة أن روسيا هددت السويد أن بعد انضمامها للناتو لو أن هي فكرت مجرد تفكير تحط قواعد عسكرية تبع الناتو فوق أراضيها، فلاديمير بوتين هيتحرك في مواجهتها، وبالتالي هم بدأوا يحسوا فعلا ان عندهم فراغ امني من الممكن ان يتحول الى كارثة. في كل الاحوال انتفاضة العالم الاسلامي نجحت في ان هي
تردع هذه الحرية الوقحة اللي موجودة في قلب دولة السويد والدنمارك. أراكم على خير.